انا قلت 100 مره السلم ده يتنشف كويس. خير يا حاج؟ في ايه بس على الصبح؟ مالك؟ ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده؟ هتموتوني اكيد. هو الواد الحيوان ده اللي عمل الحكايه دي. مالك انا بتبصلي بسماويه كده ليه؟ انت سماوي؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ جاتك نيله عليك وعلى امك. ما تغلطش في امي. امي ما تشتمهاش. يا سلام، محروق قوي عشان امك. طب ايه اقولك بقى ان انا هشتم امك دي زي ما انا عايز؟ وبعدين امك دي كانت ست عفشه وكانت سيرتها زي الزفت. يعني انت عارفها اهو، امال كنت بتنكرني للسنين اللي فاتت دي كلها؟ انت بتظلم على فكره، والكل ظالم نهايه. ايه ده يا انت؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بترفع العصايه في وشي؟ انت جننت ولا ايه؟ فردوس. نعم نعم يا حاج. كرباج بتاعي اللي انت مخبياه هاتيه. بلاش والنبي يا حاج، الهي لا يسيئك عشان خاطري. بلاش. مفيش حد سيت حد. انت هترد عليا زفت ولا ايه؟ فردوس هات الكرباج والا انت اللي هتتضرب بيه. طب تعالى قدامي بقى. انت الظالم. على اوضتك. انت الظالم. انا هضربك بالجزمه. انت الظالم. اطلع قدامي انا. انت الظالم. اطلع قدامي يا زفت. انت الظالم. بره. استرها يا رب. روق يا حاج، روق يا حاج، وبلاش حكايه الكرباج دي. اخلص يا كلب، ده كسر عظمك قبله. حاضر حاضر يا حاج. انا سايبه يكتفني بمزاجي يا سيد. سيد؟ انت بتقول لي سيد؟ كمان هتتجرأ على سيدك؟ ده الولاية كان زمانك بتاكل مع الكلاب في الشوارع. افتح يا حاج، يا حاج افتح، الله لا يسيئك. يا بابا كفاية يا بابا كده، حرام يا بابا. بابا الحاج عندك انت الوضع يموت في ايدك. قول انا ولا كنت ادبه بدل ما توجع دراعك. يا كلب يا حاج، خاف على نفسك، هيموت في ايدك. يا تجنيد انت، هو اخرس المصايب. كفايه بقى، تقيل عليكم وعلى منظركم كلكم. معلش معلش يا حيلة، حقك عليا، انا قلبي بيتقطع وانت بتتضرب. حقك عليا. انا رايحين فين؟ هندخل نشوفه يا حاج. ما عادش هشوفه، سيبوه مرمي زي الكلب كده. لا يا بابا، عشان خاطري عايز اخش اطمن عليه. الله، ما خلاص بقى يا جدعان. الله، مش الحاج قال لكم محدش يخش؟ الله، ما تخنوش اكتر من كده بقى. لا سمر، مش عايز كلام، روح على اوضتك. يلا يلا يا اخوان. يلا يا اخوان. يلا معلش يا حاج. سيد ده انت الظالم ومفتري، وانا مش بحبك. سامعين اللي تدبه؟ اعمل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تهدرم يا بنفسك يا بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش عاوز هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيله. حرام عليك يا بابا. الفيله ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تقولهاش تاني. انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا لا، يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي انت الاخر بقى؟ يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقة الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد وحيد وحيد. ادب ده كلب. انت مش بتكتب ورق يا حاج؟ ورق ايه؟ انا فاكر حاجة. وحيد وحيد يا حبيبي، تعالى عشان خاطري. وحيد يا وحيد، ما تخافش من حاجة يا وحيد. وقف وشك كده ورايح على فين يعني؟ مش عارف يا سمر، مش عارف. ما تخافش يا وحيد، ارجع معايا عشان خاطري. وبعدين بابا صدقني مش هيقدر يعمل لك حاجه تاني بعد كده. وانا ايه اللي يضمن لي؟ انا مش هتقدري تعملي حاجه. يا ايهاب، يا ايهاب خليه يخش بقى معانا. ايهاب، انا
عايز اروح لك كمال. خد يا وحيد الكارت ده فيه كل المعلومات اللي توصلك لكمال، اوعى يضيع منك. وحيد وحيد انت رايح فين يا وحيد؟ سيبيه يا صنع سيبيه، هو كده ماشي في الطريق الصح، وارجوك مش عايز حد يعرف خبر بموضوع الكارت ده. ايوه يا كمال، الكلام ده حصل من ساعه بالظبط يا سيدي. انا كتبت له كل بياناتك في كارت واديتها له، هو لو ركب مع سواق تاكسي او اي حد واداله الكارت ده هيعرف يوصله لغايه عندك. ما هي دي المشكله، حالته النفسيه سيئه جدا، يا رب يعرف يفكر. عموما لو وصل لك يا كمال اتصل بينا طمنا. عايز كام؟ 35 جنيه. بس انا معيش غير دول. الله الله، ده انت وعيتك سودا، انت منهم ولا ايه؟ ده انت النهارده اليوم مش معدي. فلوس يا اخو، خد الفلوس. فلوس ايه؟ بدل ما معكش تركب تاكسي، تركب تاكسي ليه؟ معلش حرام عليك. خد الدور، انا طالع اشتغل لعيالي. ما عملتش حاجه. حرام عليك، ما عملتش حاجه. بقول لك ايه، تعالى نروح القسم. القسم؟ ايوه امشي. يعني يا وحيد لا معاك بطاقه ولا فلوس ولا عارف عنوان اخوك؟ انا مش حافظ العنوان، بس لو شفت البيت هعرفه. بقولك يا باشا، الجدع ده ولا عبيط ولا حاجه، ده بيستقبل يا باشا، ده شكله خطر على امن الدوله يا باشا، على البلد كلها يا باشا. ده حسابك كام يا اسطى؟ 25 جنيه يا باشا. خد 25 جنيه هم وانا هاخدهم من اخويا لما يجي. شكرا يا سعاده الباشا، خلينا الامن والامان يا باشا. السلام عليكم. اقعد يا وحيد. ممكن كوباية مية؟ كمان مية؟ ماشي، هات كوباية مية عسكري. احكي لي بقى الموضوع من الأول. أنا كنت رايح أجيب الورقة العرفي اللي بتثبت إن أنا ابن سيد الدقاق، والورقة دي موجودة مع كمال. وكمال نجيبه ازاي بقى؟ كارت ده فيه كل حاجة عن كمال. وزي ما قلت لسعادتك، وحيد اخويا ما عندوش اثبات شخصية، وبالورقة دي هنبتدي نمشي في إجراءاتنا ونطلع له شهادة ميلاد وبطاقة. أنا هكتب لوحيد أخوك على إفراج بضمان محل إقامتك أنت، بس لازم في أسرع وقت تنشره في إجراءات البطاقة، علشان عدم وجودها خطر. احنا متشكرين أوي يا فندم. مديلي هنا لو سمحت. هو أنا مش حمضي؟ إمضى التمال كفاية. واحد بيقول لي إن حضرتك دفعت له أجرة التاكسي. مش هتفرق يعني. لا معلش يا فندم، انا مصمم ادفعها. هما كانوا كام؟ 30 جنيه تقريبا. هما مش كانوا 25؟